شباب، هاي أول مرة راح أشتري هامستر، كلش حلو والله، عجبني. سعره 25 دولار. أكو نوعيات هواي مال هامستر، أكو هذا الصغير هذا الكبير. راح أجيب هذا الكبير الهامستر، كلش عجبني، كلش حلو وذكي. هذا يمشي كل يومية 5 مايل، يعني تقريبا 7 كيلو بالليل على هذا الصحن اللي يركض عليه. وأكو هذا الخنزير الغاني سحولة جيني بيج، سعره 120. انا عندي واحد من يمه بس راح اشتري هامستر ونشوف شنو هالهامستر. اكو فار هنا هم يبيعون، والله عجايب. من يشتري فار؟ سعر الفار ايش قد؟ 6 دولارات. الفار هذا باعوها، شي عجيب والله. بس الهامستر احلى من الفار، هامستر شويه اشوفه يعني احلى وانظف من الفار. وهذا الهامستر الصيني يكون كلش صغير، كلش حلو والله. هذا الهامستر سعره 20.